أطفالي في كل مكان. هيا بنا حان وقت الدرس. أبطال ثالثة ابتدائي تجمع هنا. بصراحة انتوا يعني هتتسلوا قوي قوي في اليونت ده. يونت 5 النهاردة بيتكلم على at the zoo، وبصراحة عاملين عظمة فيه. اليونت حلو جدا جدا، بيتكلم على حاجات حلوة خالص خالص، فخليك معايا كده بقى. وايه يعني ياريت تكرر الفيديو اكتر من مرة لان احنا هنخلصه كله، فانت ممكن تاخده كده واحدة واحدة، هو مش صعب خالص، جميل جدا جدا، ان شاء الله تستمتعوا فيه. عندنا في lesson 1A عندنا بيقولك zoo animals، اللي هي ايه؟ اللي هي حيوانات الحديقة. مين بيعيش في الحديقة؟ مين بيعيش في الزو؟ فقالك والله احنا عندنا giraffe. طبعا الجي لما بيجي وراها اي ما بتتقالش ج، بتتقال ج، كأنها حرف الجي بالظبط. ج giraffe، عشان كده احنا قلناها giraffe مش giraffe، تمام؟ giraffe. اما دب الباندا اسمه باندا. وعندنا فرس النهر هيبو. وكمان الاسد لاين، مش ليون ولا لايون، تمام؟ لاين. عندي كمان طائر البطريق اسمه ايه؟ اسمه بنجوين. وفيل elephant. طيب لنا هنا في part 2 بيقول لك talking about favorite animal، يعني لما نيجي نتحدث عن الحيوان المفضل بالنسبه لنا بنقول ايه؟ what's your favorite zoo animal. لما اتكلم واكون بقترح عليك حاجه فده معناه ان احنا نستخدم حاجتين. يلا نعمل وماذا عن، ايه رايك لو نعمل كذا؟ تمام، فنستخدم ايه بقى؟ هنستخدم let's. طيب بعد let's معناها هيا بينا مثلا ناكل، يلا بينا نشرب، يلا بينا نروح السينما، وهكذا. فبيقول لك بعد let's دايما بنجيب الverb بتاعنا بيكون ماله بقى؟ بيكون في الانفينيتيف. فبيقول لك ايه؟ let's watch the TV مثلا، يعني let's watch the penguin، تعالى نشوف البطريق. يبقى بعد let's انا بجيب الverb بتاعي في الانفينيتيف، في المصدر بتاعه من غير اي اضافات. ولكن بعد how about وماذا عن، انا دايما بجيب الفيرب بتاعي متزود له ايه؟ متزود له ing. يعني ايه؟ يعني مثلا بيقول لك how about going to the elephants، ايه رايك لو نروح نشوف بقى الافيال، انت ايه رايك في الكلام ده؟ يبقى انا بعد how about بحط ing. نيجي نكمل مع بعض في lesson 1B وبيقول لك using a map. هو ايه فايده الخريطه؟ اصل الخريطه لما انا بستعملها ما بتخلينيش اتوه خالص 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 يعني. طيب عايز يقول لك خريطه يعني map. اتجه يمينا يعني turn right. اما اتجه يسارا يعني turn left. الحاجه دي على اليمين، السوبر ماركت ده على اليمين، على اليمين بقى يعني ايه؟ on the right. لا المدرسه على الشمال، on the left. طيب امشي على طول ولا يمين ولا شمال؟ يعني ايه؟ يعني go straight. على طول بقولك go straight. نيجي بقى في lesson 2 بيقولك animals and their habitat. هي يعني ايه habitat؟ habitat معناها الموطن. الحيوانات دي ليها موطن بتعيش فيه بالتأكيد، كل واحد منهم بيعيش في بيئة معينة خاصة بيه. طيب موطن واحد يعني habitat، اما مواطن بقى يعني habitats. اكيد الحيوانات اللي احنا اتعلمناها في lesson 1 كل واحد فيهم بيعيش في موطن طبيعي خاص بيه. هو مواطن طبيعية يعني natural habitats. طيب في حيوانات منهم اكيد بتعيش في مراعي اراضي عشبية. مراعي يعني اراضي عشبية. يعني ايه اراضي عشبية؟ يعني grasslands اراضي عشبية. بس اكيد في حيوان منهم ما بيعيش فيه خالص المراعي دي، اكيد بيعيش في بحيره مثلا. زي مين؟ زي هيبو فرس النهر، ده اكيد بيعيش في بحيره، وبحيره يعني ليك. طيب كمان عندنا بحر. يعني ايه بحر؟ يعني سي. طيب وعندنا كمان غابات البامبو او الخيزران. غابات البامبو يعني ايه؟ يعني بامبو فورست. فورست يعني غابة، والبامبو ده اللي هو نبات الخيزران، هي نباتات الخيزران الطويلة دي.
تعال نقسمهم نشوف مين بيعيش في grasslands ومين بيعيش في lake ومين بيعيش في sea وهكذا. اللي بيعيش في grasslands أكيد هتكون giraffe, lion and elephant. دول بيعيشوا في أراضي عشبية. طيب أمال مين بيعيش في البامبو فورست؟ دي أكيد الباندا. الباندا أكيد بتعيش في الغابات اللي اسمها البامبو، غابات الخيزران، بامبو فورست. طيب أمال أكيد في حد بيعيش في البحر؟ اللي بيعيش في البحر هو البانجوان، البطريق بانجوان، بانجوان. وفي واحد بيعيش في البحيرة وده هيبو، هيبو. نيجي في lesson 3 وعايز يكلمك على fractions. fractions معناها القصور، فعايز يكلمك ان أيوة الشكل اللي قدامك ده اسمه a half. a half. a half معناها نص. طب لو انت عايز تقول توم هتقول ايه؟ an eighth. an eighth. an eighth. طيب لو انا عايز اقول واحد على خمسة اللي هو ايه؟ اللي هو خمس. هقول ايه بقى؟ a fifth. a fifth. a fifth. قلت اقولها ازاي دي؟ a third. a third. a third. امال الربع يبقى ايه؟ a fourth. a fourth. a fourth. وبنطلع لساننا في ال th في كل دول as soft sound، هو ال th بتعملها كانها ثاء بالمنظر ده. يلا نكمل مع بعض lessons 4 and 5. الحقيقه احنا عندنا ارض سعيده وارض حزينه جدا خالص. ارض سعيده يعني happy earth. happy earth. اما لما الارض تكون زعلانه هيكون اسمها sad earth. sad earth. هو ايه اللي ممكن يخلي الارض سعيده؟ تفتكروا ايه اللي ممكن يخليها سعيده؟ اسباب كتير جدا جدا، من ضمنهم مثلا ان احنا نعمل زراعه كتير. planting. 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 طب وايه تاني؟ احنا كمان ممكن نعيد استخدام الحاجه. reusing. reusing. reusing معناها اعاده استخدام الشيء. كمان احنا ممكن نركب دراجه مثلا عشان نوفر عوادم، فدي اسمها ايه؟ riding a bike. riding a bike. riding a bike. طيب ممكن كمان نعيد تدوير الاشياء، ما نرميهاش كده على طول ما نستفدش منها، لا احنا ممكن نعيد تدويرها ونستخدمها في اشياء اخرى. كلمة recycle معناها يعيد التدوير. recycle. طب إعادة التدوير ذات نفسها بقى، عملية إعادة التدوير دي اسمها إيه؟ اسمها recycling. recycling. recycling معناها إعادة التدوير. طيب في كمان إحنا ممكن نفرز المخلفات، يعني نحط مثلا البلاستيك لوحده، ونحط مش عارفة الأكواب الإزاز لوحدها، ونحط مش عارفة الأوراق لوحدها، الورق والأكياس مثلا شيبسي مثلا الكلام ده لوحده. فإحنا كده بنعمل تصنيف وبنفرز الحاجات دي. يعني ده اسمه فرز المخلفات. فرز المخلفات يعني waste sorting. waste sorting معناها فرز المخلفات عن بعضها. في الجزء الثاني وعايز يقولك ان احنا عندنا sad earth يعني ارض زعلانه جدا جدا. امتى بتكون زعلانه؟ لما انت كل شويه كل شويه بتسوق العربيه بتاعتك وبتروحها في مشاوير حتى لما تستاهلش. يعني ايه؟ يعني going by car. going by car معناها الذهاب بالسياره. في كمان عندنا تلويث النهر، طبعا ده بيؤذي جدا جدا البيئه المائيه وكمان الاسماك اللي بتكون عايشه تحت، فده حاجه مؤذيه، فارجوك بطل تعمل كده. يعني ايه تلويث النهر؟ يعني polluting the river. polluting the river معناها ايه؟ معناها تلويث النهر. كمان احنا بنلوث المدن اللي احنا عايشين فيها. polluting cities. polluting cities. كمان بنلوث المدينه اللي احنا عايشين فيها. اما الان لقد حان موعد الفونكس. عندك ال pH دول بيعملوا sound اسمه the same sound of letter F. remember ال F كمان كان بيعمل كده. زي ايه؟ زي مثلا كلمة photo. photo. photo اللي هي ايه؟ هي صورة. وكمان عندي elephant. elephant. elephant اللي هو الفيل. اما ال WH دول بيعملوا sound بتاع و. و. the same sound of letter W. و. 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 like white. ابيض. white. ابيض. وكمان عندي حوت. whale. 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 وكمان عندي where. اين. where. اين. وكمان عندي متى. when. متى. when. اتمنى لو انت استفدت وطفلك كان مبسوط، اوعى تنسى تحط لي follow like and share وكومنت بتاعك، بيهمني جدا جدا وبيفرق معايا. اشوفك المره الجايه في حلقه جديده ودرس جديد. باي باي.